شكون هذا اللي كيقدر يدير هادشي في زماننا نحن المسلمين الذين ندعي الورع وربما تكلمنا به وربما كنا ممن حج بيت الله الحرام وممن لا تفوته تكبيرة الإحرام وممن يحرص غاية الحرص على الأركان وعلى العبادات، ولكن في هذا الباب نسقط في هوة سحيقة. ما كاينش، تلقى الإنسان إذا كان خدام يأخذ ويأكل ويجلب إلى بيته وربما يهدي إلى جيرانه وأقربائه. يقول لك راه جانا واحد جارنا اللي خدام في ديك الفيرما وجاب لنا تبارك الله واحد الخمشة ديال الليمون. ايه السي فلان، انت ما كتسولش اش كيدخل لكرشك؟ من اين اتى بها؟ من اين؟ ديالو شراها ولا ما كيهمكش؟ يعني غير دخل وصافي. هؤلاء هم اهل الورع. وكيمكن يكون الانسان كما قلنا راجل كبير وحاج وكيصلي وكذا، ولكن هذه الغفلة وهذا يعني البعد عن الفهم وعن يعني جمع هذا الشتات، إنما قضية الربط هي اللي ما كيناش. يعني لو أن الرجل كان في كامل وعيه وسألته أي حل لك ذلك؟ واش حلال هذا الشيء؟ واش هاد الرجل عطاك هذا الشيء؟ أذن لك؟ لا، لم يأذن لي. طيب لماذا تأخذه؟ لماذا تأكله؟ لماذا تطعمه أبنائك؟ لماذا ترجو الأجر والمثوبة بإهدائه وهو أصلا ليس ملكا لك؟ ماشي ديالك، وانت كتهدي وبغيتي الأجر وبغيتي الناس يقول لك الله يجزك بخير، الله يرحم الوالدين، عطيتنا هذا الشيء مسروق، الله يجزك بخير. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه لما جاءه غلامه بطعام، وكان دائما يسأله من أين هذا الطعام، دائما كيقول له، كان له غلام وكان يأكل من خرجه، كيقول له هذا الشيء كذا. فلما أتاه مرة بطعام أكل منه أبو بكر رضي الله عنه، ثم لما فرغ قال له لم تسألني، شتك هاد النهار كاع ما سولت. قال طيب ها أنا ذا أسألك. قال إني كنت في الجاهلية تكهنت لإنسان وما أحسن الكهانة لكنني خدعته، فلقيني اليوم بالسوق فأعطاني حلواني، هاد الحلوان ديال الكهانين، قال لي غير دار بحال شي شواف، قال لي راه غادي يحدث كذا ويحدث كذا وكذا كذا، وربما وافق القدر ان وقع لهما ما حزر صاحبه، داكشي اللي توقع راه وقع له، وبقى كيتسنى حتى دخل الاسلام وجا وتلاقى معه ويقول لي وداكشي اللي كنتي قلتي لي راه صدق، هو داكشي هو هذاك، هاك فلوسك. وشرى بهم الطعام وجابوا لسيدي ابو بكر. اذا هذا الطعام فين كاين؟ في بطن ابي بكر رضي الله عنه. ما الذي فعل؟ أدخل أصبعه في فيه فاستقاء جميع ما في بطنه. أدخل أصبعه في فيه واستقاء جميع ما في بطنه، مع أن الحكم الشرعي لا يلزمه بهذا، لأنه أكل ولم يعرف مصدر ذلك، لأنه ما تجرأ على محارم الله، ولكنه مقام من مقامات أهل الورع. ما أراد أن يبقى في بطنه شيء ربما يكون سببا في أن ينبت منه لحم، وكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. إذن قضية التوحيد يعني دائما تكون حاضرة في أذهان أهل الورع وأهل التقوى، يخافون الله ويراقبونه. هذه المعرفة التي تجسدت عند الأخيار من أهل الصلاح من أهل الفهم عن الله عز وجل هي التي نحتاجها اليوم. من اللي غابت هذه المعرفة ظن الناس أن مسائل التوحيد مسائل علمية بحتة.